قوم يا مصري، شد الحزام الحلوة دي وغيرها من أغاني كتيرة قوي ارتبطت بوجدان المصريين، وارتبطت أيضا بألحان فنان الشعب، اللقب اللي استحقه به جدارة الفنان المبدع الشيخ سيد درويش، اللي ارتبط بلحظات فارقة في تاريخ الوطن ما بين استعمار، ما بين ثورة وظهور فرق فنية ومسرحية، وأيضا كمان ظهور اسطوانات تسجيل وصحف، ويمكن ده اللي خلى ليه تراث. التراث ده موثق ومحفوظ جزء كبير منه في دار الكتب والوثائق القومية. خلونا نتعرف أكتر عن محطات سيد درويش والموثوقات اللي موجودة وموثقة في دار الكتب من خلال الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، اللي معنا عبر الهاتف. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، صباح الخير أستاذ جمانة، صباح الخير للشعب المصري كله. صباح الخير أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني وإحنا بنتكلم في البداية، حابين نعرف من حضرتك عن المكتبة الموسيقية بدار الكتب وما تحويه كمان من تسجيلات، وهل في تسجيلات لأغاني وموشحات المسرحيات؟ هل في كمان تسجيلات نادرة موجودة هناك؟ الحقيقة طبعا دار الكتب والوثائق القومية بتحتوي ضمن مكوناتها على قاعة للموسيقى. هذه القاعة بتحتفظ بالتراث الموسيقي اللامادي، وهو جزء لا يتجزأ من طبيعة دار الكتب والوثائق. يعني الوثائق بما معناها الشامل، وليس الوثيقة التي تعني الورقة فقط. من ضمن هذا التراث الموسيقي مجموعة من الموشحات والأغاني الخاصة بالشيخ سيد درويش، محفوظة في قاعة الموسيقى، وتم رقمنتها، لأن بعضها كان على اسطوانات عاديه وبعضها كان على يعني ادوات حفظ وتسجيل اقدم من الاسطوانه كمان. تم التعامل معها وتحويلها الى نسخه رقميه وموجوده عندنا ما لا يقل عن 12 تسجيل، بعض يعني من العشرينات والثلاثينات وما الى هذا، لفنانين سجلوا اغاني الفنان الشعب سيد درويش، ولعل من اشهرهم الفنانة حياة صبري اللي يعني شاركته وتتلمذت على يديه وشاركته في بعض المسرحيات الغنائية، وكان لوفاته طبعا أثر كبير عليها زي ما احنا عارفين في تاريخ حياتها. يعني يمكن الأثر الكبير ده امتد بس مش عليها، ده انعكس على كل المصريين لارتباطهم بشكل كبير جدا بالفنان سيد درويش. لكن عاوزين نعرف من حضرتك دكتور أسامة، يعني الصحف، لأن سيد درويش كان ليه عدد كبيرة من الكتابات في الصحف، عاوزين نعرف ماذا عن ما كتب سيد درويش في الصحف. الحقيقه اذا يعني سمحتوا لي انا عايز يعني اصطحب حضراتكم والساده المشاهدين في جوله بين الانشطه سريعه. الانشطه والفعاليات التي تقوم بها يعني هيئات وقطاعات وزاره الثقافه مواكبه للاحتفال بمواليد سيد درويش. نعم. احتفالا بهذا الفنان العظيم اللي هو فعلا يستحق لقب فنان الشعب، واللي ما زلنا بنردد اغانيه حتى الان، ولعل من اعظمها نشيد بلادي بلادي اللي هو النشيد الوطني لمصر الحبيبه. عندنا في دار الكتب والوثائق القوميه بكره عاملين يعني ندوه فنيه توثيقيه عن الفنان سيد درويش الساعه 12، هيحاضر فيها الفنان هاني شنوده، وهو احد المجددين ايضا المعاصرين في الموسيقى المصريه، في المجلس الاعلى للثقافه في امسيه ثقافيه مع عرض فيلم تسجيلي يوم 14. دار الاوضه المصريه يعني في المسرح الصغير في ان شاء الله ندوه وفقره لتراث وفرقه يعني لفرقه تراث سيد درويش يوم الاربعاء. نعم. وما الى هذا طبعا من يعني في الصالون الثقافي، في نادي السينما في الاسكندريه، في البيت الفني للفنون الشعبيه، مركز الابداع في روبه الغوري، وما الى هذا من قطاعات وزاره الثقافه احتفالا بمواليد سيد درويش. إجابة لسؤال حضرتك، إحنا من ضمن التراث والوثائق التي تحتويها دار الكتب والوثائق القومية بين جنباتها حاجة جميلة جدا وطريفة إلى حد ما، جميلة لما بتشوفها، اللي هي الإعلانات اللي نزلت في الجرائد المعاصرة للإعلان عن المسرحيات والروايات الخاصة بشيخ سيد درويش، اللي نزلت في جريدة الأهرام وجريدة المقطم وجريدة مصر. منها على سبيل المثال مثلا اعلان في تاريخ 16 يناير
عن 16 يناير 1919، ناخد بالنا من التاريخ. نعم. اعلان عن روايه اش اللي كتب النوته بتاعتها كاميل شامبين، موسيقي معروف في ذلك الحين في تياترو الايجيبسيان. وكانت بتمثل لاول مره يوم الخميس 16 يناير سنه 19. وهذه الروايه تاليف نجيب الريحاني وبديع خيري وتلحين الشيخ سيد درويش. عندي طبعا قائمه طويله من الاعلانات المرسومه والمنشوره في جريده زي ما قلنا المقطمه مصر والاهرام وغيرها. نعم. للمسرحيات والحفلات الخاصه بشيخ سيد درويش. عندنا ايضا عندنا الطوابع التذكاريه اللي طبعت احتفالا ب يعني بالسنويا ب يعني احتفاء بوفاه سيد درويش. نعم. تذكار لي ومن ذلك على سبيل المثال مثلا يعني طبع تذكاري سنه 1958 الجمهوريه العربيه المتحده اللي يعني عليه صوره سيد درويش وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته. عندنا مجموعه بقى من المقالات النقد الفني والتحليلي لكبار كتاب المصريين من العشرينات وحتى يومنا هذا. نعم. اللي تناولت حياه سيد درويش وانتاجه الفني وتاثيره ودوره مش بس في الغناء المصري ولكن في الغناء العربي بشكل عام. في الفن بشكل عام يا فندم، يعني هو ما كانش مجرد الحقيقه ملحن ومجدد فقط في الموسيقى. طيب دكتور اسامه، زي ما حضرتك ذكرت انه بيتم حفظ التراث والان تم كمان حفظه في قاعدة بيانات، وزي ما حضرتك تحدثت عن فكرة الرقمنة، ازاي اصلا بيتم حفظ التراث الموسيقي بدار الكتب بشكل عام؟ هل الاسطوانات اللي حضرتك تحدثت عليها على سبيل المثال بيتم ترميمها وبعد كده بيتم ادخالها فيها قاعدة البيانات؟ ايه اللي بيحصل؟ بالظبط كلام حضرتك سليم، يعني 100% هو التراث عندما ينتج يسجل على ماده، على ماتيريال يعني خامه، ورق، رق، اسطوانه، حتى في اسطوانات زمان كانوا بيسموها اسطوانات الكوز، الجماعه الكبار يعني اجدادنا وابائنا عارفينها، حفظها بهذه الطريقه حتى الصوت والريزولوشن او نقاء الصوت كان بيبقى صعب جدا. تم يعني شراء اجهزه حديثه لقراءة هذه الأدوات وأسطوانات أو ما إلى هذا، أو حتى أشرطة كاسيت، يعني لو حضرتك الكاسيت كان موجود لحد فترة قريبة وما عادش حد بيستخدمه. صحيح. تحويل كل هذه كل هذا التراث الموسيقي من المواد المختلفة المحفوظ عليها إلى نسخة رقمية لغرضين، الحفاظ عليه ورفع كفاءته، والحاجة الثانية حفظه للأجيال القادمة إن شاء الله. وده جزء او العمل الرئيسي لقاعه عندنا في الاداره المركزيه لدار الكتب تسمى قاعه الموسيقى، وبيتم فيها حفلات ايضا موسيقيه واحتفالات، وبيتسجل في اي تراث خاص بمصر بيحفظ ان شاء الله في هذه القاعه. نعم. إن شاء الله. دكتور اسامه، عاوزين نعرف من حضرتك برضو، يمكن حضرتك تحدثت عن عدد من الوثائق وعدد من ايضا الاعمال اللي محفوظه في دار الكتب لفنان الشعب الشيخ سيد درويش، عاوزين نعرف هل هذه الوثائق وهذه الاعمال مجرد حفظ ويعني بمثابه حفظ لتاريخ او جزء من تاريخ مصر للتاريخ الفني تحديدا لسيد درويش، ولا هي متاحه للعرض امام الجمهور؟ يعني اذا سمحت لي اقول برضه سؤال جميل جدا. الدور الرئيسي لدار الكتب والوثائق القوميه هي الجمع، يعني جمع التراث. نعم. والدور الثاني هو حفظ هذا التراث، حفظه كخامه وحفظه كتراث وتاريخ. الحاجه الثالثه والدور الرئيسي للدار ايضا هي الاتاحه اللي حضرتك بتقول عليها، لان احنا مش بناخد الحاجه نحطها ونقفل عليها. صحيح. لكن هي متاحة لكل الباحثين من المصريين والعرب والأجانب، وده موجود وبيحصل يوميا ان هم بيجوا وبيطلعوا. يعني انا عايز اقول لحضرتك تقريبا كل ما كتب عن سيد درويش هي من مصادر ومراجع ومادة تراثية وتوثيقية موجودة بالأساس في دار الكتب والوثائق القومية للإتاحة والاطلاع والبحث لجيلنا وللأجيال. يعني نقدر ندعو من خلال حضرتك كل محبي فنان الشعب سيد درويش لزيارة دار الكتب للتعرف على أهم المحطات التاريخية في حياة هذا الفنان المبدع المجدد للموسيقى المصرية ويمكن الموسيقى العربية أيضا. بنشكر حضرتك الدكتور أسامة طلعت رئيس دار الكتب والوثائق القومية.